لا ليا وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم. تمام، اليوم في الآونة الأخيرة وبزمن أصبح السوشيال ميديا هو رفيق درب كل الناس، اتجه العديد من النشطاء إلى اتخاذ منصات التواصل هي منابر إعلامية لإيصال أفكارهم بطريقة أسرع للجمهور. واليوم معنا صبية قررت إنه تتخذ من برا الخاص بأصحاب الهمم للإضاءة على إنجازاتهم ولتكون محفز لهم وتشجعهم على عدم الاستسلام إلى الإعاقة يلي بيعانوا منها حتى يكونوا أكثر قوة. ولنحكي أكثر عن هي المنصة الإعلامية صرنا نرحب برؤى عدنان حمزة، ناشطة اجتماعية. صباح الخير رؤى. أهلا وسهلا فيك. صباحكم وصباح كل اللي عم يتابعون. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن قناتك الخاصة، عنوانها مفاتيح الهمم مع رؤى، وخلينا نحكي عن البروجرام. انت بلشتي تقريبا بشهر شباط 2019، وخلينا نحكي كمان عن هذا الموضوع، كيف خطر ببالك الفكره وكيف بلشتي بالموضوع؟ هلا من انا وصغيره كنت بتمنى اني ادرس اعلام، يعني شغفي كان الاعلام، بس الظروف للاسف اجت عكس ما بشتهي. فدرست اداره اعمال سنه ما كملت بسبب كمان بعض المعوقات اللي واجهتها والظروف اللي كانت عايشتها سوريا انذاك. بعد منا قلت ما بدي وقف، يعني خلص حاطه شيء براسي وشيء بحبه بدي كمل فيه يعني. فقررت اني ادخل مجال الاعلام لانه حسيته هو المنبر اللي ممكن انا اوصل صوتي فيه او رسالتي، واللي خلص ممكن اصنع انجاز لإلي، يعني مثل ما انا حاطه براسي. وبحقق لك حلمك. بلشت فيها بمبادره عدسه سلام. كانت هي مبادره بسنه 2016 بتضم التصوير، التصميم، الصحافة والإعلام وصناعة الأفلام. فبوجه له تحية للصحفي الأستاذ ماهر المونس، يعني لمس شيء إنه رؤى عندها قدرات، عندها مواهب، عندها شيء قادرة إنه تعطي. فمنحني فرصة، قال لي إنه أنا بدي راهن عليكي، رح تاخدي دور مراسلة وجاي وفد صيني وبدك تغطي الخبر كأنه نحن هلأ قدام كاميرا وانه خلص يعني نحن جاهزين وبدك تحكي من عندك. ارتجالي يعني، ما كان انه محضر، حتى هو كان عامل لي مفاجاه، يعني حتى انا استغربت قلت له لا يعني انت منك مخبرني، قال لي هلا بتفرجيني قدراتك. فوقتها اجا وكانوا عم يلبسوني لباس المراسله وغطيت الخبر. فبتذكر الوفد قال له للمترجم، قال له الصبيه معكم بالاذاعه يعني؟ قال له لا، قال له ما شاء الله يعني انه شيء حلو بروفيشنال. الحمد لله. فمنحني فرصة تدريب بإذاعة شام اف ام وقتها. دربت فيها شهر ونص، أخذت شهادة خبرة، وبعد منها بلشت بمجال التحرير. صار لي اسم بالمواقع الإلكترونية. بعدين من خلال فيديو قصير شفته كان على الفيسبوك مع الأستاذ، كمان وجه له تحية كبيرة، الأستاذ ماهر شبانة مدير جمعية شمعة أمل التي تعنى بذوي الإعاقة، قررنا ننتقل من الشيء الكتابي للشيء المرئي. فانطلقت فكرة مفاتيح. طيب رؤى، رح نحكي أكثر كيف أول فيديو كان ببرنامجك الجديد، ولكن خلينا نروح ونحضر بعض المقاطع من مفاتيح الهمم. لو إن معي الأيام يا حبيبي بغمار خبرينا شو الشيء اللي لقيتيه بسعيد اللي خلاكي عن جد انه تحسي انه فعلا سعيد هو سند حيكون او شريك حياتك في المستقبل، اللي عوضك عنه سعيد اللي ما قدر كثير عالم يمكن او كثير شباب ممكن يعوضوكي عنه؟ هلا هو سعيد انا حبيته من طريقه تفكيره، من طريقه حبه، لانه لما بيحب بيحب بصدق، وانا حبيته يعني ما بيهمني الشكل، لا بيهمني كل هذا الشيء، المهم انه روحه طيبه، ما في احسن منها. الله يخليكم لبعض يا رب. الله يسلمك يا رب. خلاص اليوم كيف كانت ردة فعل اهلك لما قلتي لهم انه انا بدي اتزوج وعرفوا انه الزواج حيكون من شخص من ذوي الهمم رغم انه في قرابه يعني؟ هن انفرحوا كثير، هن كمان اهلي ما بيهمهم هذا الشيء، المهم انه طيبه القلب. انتم خير مثال فعلا للحب والعطاء والتضحيه. هلا اول شيء انا بدي اشكرك لك الشكر الكبير اللي عملتي هاللقاء الحلو، وطبعا بشكر كل جهودك وان شاء الله موفقين. خلي لي اياك. اذا اعزائي، بالحب نمضي وبالحب نستمر، بالحب نصنع مستقبلا ونواجه كل ما هو مستحيلا، فخذوا بايدينا
ولا تتجاهل مشاعرنا وأحاسيسنا، لنكون واحدا بقلوبنا البيضاء وبحبنا الكبير. يعني حلقة عيد الحب حالة استثنائية، وكلامك بيلامس قلوب كتير من الناس، لأنه منكم أكيد منستمد القوة. كل إنسان فينا بيضعف، ولكن الإعاقة الجسدية هي ما نحاجز أبدا لتحقيق أي حلم. واليوم عم نشوف لمعة عيونك لحالة حلم، وكتير من الصبايا بيفتقد ينفذ حلمه على أرض الواقع. خلينا نحكي مثل ما قلت، كيف بلشتي هيك أول حلقة حطيتيها على اليوتيوب، صار يجيك نسب مشاهدة، صارت تتشير على الفيسبوك، شو شعورك وشو كانت أول حلقة؟ هلا أول ما اقترح علي الأستاذ ماهر فكرة مفاتيح الهمام، أنا هون يعني مثل إنه ما صدقت، يعني حسيت للحظة إنه الشغلة مسحة. فقال لي رؤى أنا بدي راهن عليكي، نحن لا بدنا نطلع تلفزيون ولا بدنا نطلع إذاعة ولا بدنا نطلع شيء، وما ننطر فرصة عمل، نحن عندنا السوشيال ميديا كلها بين إيدينا. قال لي هو السوشيال ميديا أكثر انتشارا، نحن حننشر يعني حنصنع شيء، حنصنع من لا شيء شيء. فكان عنده كاميرا سخرها لإلي، هو بيصور بيعمل المونتاج، وكنا من خلال سماعات الهيدفون نعمل تنقية للصوت طبعا. والإضاءة نعتمد عليها بلوكيشن عام، يعني حسب الضيف وحسب الحلقة اللي معنا. فأول ما طلعت بأول حلقة، يعني هلأ كمان متابعين بيشوفوا الفرق، إنه في فرق كتير بين أول حلقة والحلقة اللي نحنا بصدد إصدارها. كتير في تطور من ناحية الإعداد والتقديم، حتى التصوير حتى المونتاج. يعني فأول ما طلعت أنا كنت كتير خايفة أول شيء من ردات فعل الناس، خايفة من الانتقادات اللي ممكن تجي، خايفة إنه الناس ما تتقبل، يعني إنه شو عم تحكي هاي، إنه خلص. فأول حلقة ولما شفت الناس كيف حبت، وكان كل ردود الأفعال إيجابية، يعني حتى لو يمكن لو خلينا نقول عم بيسايروا أو إنه خلص إنه كدعم لإلهم، بس أنا يعني كانت فرحة لا توصف. يعني حسيت بسعادة مطلقة. حلمك ويصل كثير من الناس بالطريقة الصح. خلينا نحكي اليوم أصحاب الهمم لشو محتاجين برأيك؟ هلأ محتاجين لكثير أشياء. أول شيء محتاجين لتكافؤ الفرص المهنية والتعليمية، محتاجين لتخديم البنى التحتية، لتسهيل أعمالهم، لتسهيل التنقل. هلأ أنا واحدة من الناس اللي كثير بلاقي صعوبات بالمواصلات بالتنقل، حتى أثناء عملي يعني كثير بلاقي صعوبات. محتاجين إنه المجتمع يعترف فيهم أكثر، يدمجهم أكثر، يكون نظرتهم، يكون عباراتهم لإلهم ما فيها تنمر، ما فيها استهتار أو استخفاف، بالعكس يآمنوا بالأشياء اللي نحن عنا إياها. يعني أنا مفاتيح الهمام لما انطلقت فيه، أنا استقصدت إني أطلع الصورة الإيجابية لهدول الأشخاص، لأنه دائماً للأسف عم نطلع بصورة معاكسة تماماً عن الشيء اللي نحن بنمتلكه. يعني اليوم نحن لما بتعرفي انت شخص من ذوي الإعاقة، اوكي حرام انه دغري بهمشه، طب لا، طب هيدا الانسان عنده اشياء كثير، عنده قدرات، ليش نحن ما نستثمرها، ليش نحن ما نسلط الضوء عليها. فاصحاب الهمم بحاجه اول شيء انه ياخذوا حقوقهم من المجتمع كاعتراف، كدمج قبل اي شيء. صحيح. ودائما يمكن هلا عم نشوف في الاونه الاخيره كثير من الانجازات وكثير من العطاء. صحيح. وكثير من الفرص اللي انتم عم تعطوها للناس لحتى هي تشوفكم بالصوره الصحيحه. رؤى، خلينا نرجع على المجال الاعلامي. اليوم نحن السوشيال ميديا صار متاح بين ايدين كل العالم، صار هو منبر تسويقي بالضبط. ان كان حدا حابب يعمل منتجات يسوقها، كان حدا حابب يفوت بمجال الإعلام أيضا أنه يوصل وتوصل فكرته. اليوم السوشيال ميديا قديه هي سلاح ذو حدين، هي شيء كتير منيح، ولكن بالمقابل هي كتير فيها سلبيات. صح. هلأ قلت لك كيف نستخدمها بطريقة صحيحة مثل حضرتك ما استخدمتيها. هلأ دائما الإنسان لما بيكون عنده أفكار إيجابية أو بيكون عنده شيء هادف، يعني بتحسي مثل ما قلتي السوشيال ميديا مساعد، بس احيانا في عالم للاسف السوشيال ميديا بتستخدمه بطريقه، يعني مثلا اسفه على هالكلمه، منسيء للاخرين فيها. يعني اليوم مثلا اصحاب الهمم بتشوفي شخص طلع بده يعمل شيء، يعني حتى انا بلوم لاصحاب الهمم ببعض النقاط، انه اليوم هو عامل شيء
فبيطلع انه يلا انا بدي اعمل بدي اوصل فكرتي، فبيوصلها بفكره للاسف يعني بحط اصحاب الهمم بحط نفسه بمواقف يعني ممكن تسيء له وللاشخاص لشريحته. فيعني نحن اليوم السوشيال ميديا للاسف يعني الطرق اللي عم تنطرح فيها في منها ايجابيه وفي منها سلبيه، بس اليوم الانتقادات او السخريه او الاشياء الناس اللي للاسف اليوم يعني بيقولوا لك رؤى ليش انت عم يعني ليش طلعتي ببرنامج على السوشيال ميديا، طب طلعي مثلا على التلفزيون، طلعي على اذاعه، انه انت يعني اليوم ناقصك مثلا حكي عالم، نظرات العالم، اليوم شو عم تستفيدي، شو عم بيعود لإلك؟ لك ماديا ايضا شو عم بيتقدم لي يعني ما في عم تحطي من جيبتك اكيد تماما لانه ما في له اي دعم او صح. جهه معنيه يعني تقوم فيه. لا انا حسيت اليوم انا يعني فكرت فيها انه لا السوشيال ميديا اليوم هو اكثر انتشار، اليوم هو اكثر مشاهدة، اليوم عم بيوصل بشكل أسرع، رسالتك بشكل أسرع. عم توصل تماماً. بشكل أسرع لكل يلي عم يتابعوكي واللي حيتابعوكي اليوم بعد حلقة اليوم. نحن كتير حبيناكي ونحن فخورين فيكي وبأصحاب الهمم كلهم أكيد، من وجه تحية لكل يعطكون ومنتمنى لك النجاح ومن نجاح لنجاح أكبر. خلي لي إياك يا رب. رؤى كمان انا بدي اتشكرك، بدي اقول ان شاء الله مفاتيحك توصل لكل شرائح المجتمع، ونحن اكيد كلنا رح نعمل لك اد ورح نشوف البرنامج تبعك على اليوتيوب مفاتيح الهمم للكل شوفوه، وشوفوا قديش رؤى حدا حلو من برا ومن جوا ايضا. موفقه بخطواتك الجايه، وان شاء الله بنشوفك بفرصه عمل ايضا ان شاء الله بمجال الإعلام. أنا اللي بدي أتشكركم وبدي أتشكر القناة الإخبارية السورية. أنا بتشرف دائما أنه أنا دائما عم بنطلق من قنوات الفضائية ببلدي، وبتشرف أكثر أنه برنامج مفاتيح الهمم منطلق من بلدي سوريا، وكان فكرة يعني حلوة نوعا ما، وتعتبر الأولى يعني من نوعها كبرنامج ينقل الصورة الإيجابية. وبدي أتشكر كل ضيف من أصحاب الهمم طلع معي، لأنه هو فعلا مفتاح لزوي شريحته، وإن شاء الله يا رب يوصل مفاتيح الهمم لكل بيت ولكل أسرة، ويكون في برامج مماثلة إله مش بس على السوشيال ميديا، على القنوات الفضائية إن شاء الله. شكرا. يا رب حبيبة قلبي، خلي لي إياكي.